اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي 30 لفقه بناء الدولة، والذي انطلقت أعماله أمس تحت رعاية الرئيس السيسي وبمشاركة 57 دولة، وفي إطار ترسيخ مفهوم المواطن يقوم العلماء المشاركون بزيارة شملت مجمع الأديان. وللمزيد ينضم إلينا الزميل وليد هيكل مراسل أخبار مصر. وليد، بعد التحية ضعنا في تفاصيل هذه الزيارة. عصام، بداية تحياتي إليكم في الاستوديو، وبالفعل نحن الآن متواجدون هنا في قلعة محمد علي، حيث مسجد محمد علي من ضمن زيارة ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذين حرصوا هذا اليوم بأن يتواجدوا أو أن يقوموا بزيارة مجمع الأديان الذي شمل مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة، ثم بعد ذلك جئنا إلى هنا إلى مسجد محمد علي هنا في القلعة. الزيارة بالفعل تؤكد وترسخ لمبدأ المواطنة الذي نادت به الأديان كافة. للمزيد حول هذه الجولة وكيف وما هو رأي الضيوف ضيوف المؤتمر في الجولة السياحية التي قاموا بها اليوم وحتى الآن، يسعدنا أن ينضم معنا الشيخ عبد الحميد متولي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة البرازيل. شيخ عبد الحميد، كيف ترى الجولة السياحية التي قمتم بها على هامش أو بالتوازي مع انعقاد جلسات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكيف يتم نقل هذه الصورة إلى الخارج من خلالكم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الكرام، في الحقيقة أن صاحب المعالي السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قام بهذا البرنامج العظيم في هذا اليوم حتى يتعلم جميع المفادين خلال هذا المؤتمر ما لهذه البلد العظيم من تاريخ عظيم ومن حضارة أعظم، حتى ينقل الجميع هذا التاريخ العظيم وهذه الحضارة العظيمة إلى مشارق الأرض ومغاربها. تمام، كل الشكر ليك شيخ عبد الحميد متولي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبرازيل. ويمكن هذا كان رأي أحد السادة الضيوف الحاضرين معنا في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولعل هذا الرأي هو رأي الجميع الذين بالفعل وجدوا مصر الأمن والأمان. إليك في الأستوديو.